شو كان في خاطرك وانت تستعد للانطلاق في 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 سباق العمر، السباق النهائي لسباق 400 متر؟ شو كان في بالك؟ والله قلت لروحي انا في نهائي تو، ما بين ثمانية مشاركين، عندي فرصة اني نظفر بميدالية. الحمد لله آمنت بروحي لآخر 50 متر، والحمد لله ربي وفقني ومسيت الأول. منو كان آخر مكالمة جتك وانت رايح مسبح الأحلام؟ منو آخر شخص كلمك؟ المدرب بتاعي بالطبع. المدرب بتاعي كان غادي في، كان معايا في لا على التليفون. على التليفون، ما أنا سكرت التليفون نهارين يعني قبل السباق. مركز كانت يعني شوية كستريس في الألعاب الأولمبية، كنا نطمحوا الميدالية، كان يعني أول أولمبياد عندي، كنت استريسد شوية يعني.